بسم الله، من الحاجات اللي بتسهل علينا الشغل في الكلاش ديتكتيف ان انا ممكن اعمل جروب واسميه مثلا STR VS Architecture، يعني المشاكل بين المعماري والانشائي، وبعد كده المشاكل اللي فيها الخاصية ديت اعمل عليها سيلكت واروح سحبها واعمل لها دراج في قلب ديت، فتقدر تشوفهم مع بعض. فمثلا لما يكون في الاجتماع معانا بتوع المعماري والانشائي هشوف دول، لما يكون معانا الكهروميكانيكال نشوف الحاجات بتاعت الكهروميكانيكال. المفروض كلهم موجودين مع بعض، بس في بعض المشاكل اتحلت، بعض المشاكل محتاج استشارات، بعض المشاكل خاصة بحاجة معينة، فبنبدأ نعمل جروب ده عشان ننظم الشغل. من الحاجات برضو الكويسة إن أنا أقدر أعمل فلتر للعناصر اللي متحددة. على سبيل المثال مثلا ممكن أعمل تحديد بسيلكشن تري، أجي هنا أحدد مثلا دول، تمام، فيبدأ يحمل لي العناصر ديت، فأنا أقول له هنا أنا عايز أعمل حصر قتل المشاكل بس اللي موجودة هنا، تمام. ممكن أروح مثلا أعمل سيلكت على عناصر أكتر، او ممكن اعمل سيلكت من خلال ان انا اختار الاداه ديت واعمل سيلكشن كده على جزء معين، تمام. هو ده الجزء ده اللي هيظهر. لو عملت سيلكت على جزء تاني هتلاقي المشاكل اقل، لو عملت سيلكت على جزء كده هتلاقي المشاكل بالعدد دوت، تمام. فانا بحدد جزء وابدا اشوف، ممكن يكون المشروع عندي كبير فابدا احدد جزء جزء وابدا اشوف. ده موضوع الفلتر. في موضوع تاني برضو ان انا اقدر ارتب الشغل عن طريق مثلا ايه الحاجات اللي واخده مثلا الستاتس بتاعها انها اتحلت، مجرد ان انت تدوس هنا هو يبدا يرتبهم لي، يجيب لي مثلا يعني شوف كلها مكتوب عليها ريسولفيد. طيب خلينا نعلم على بعض الحاجات كده ونخلي ده مثلا اكتف، ونخلي ده مثلا بدل ما هو اكتف نخليه فيو، وده مثلا نخليه نيو، وهكذا. لما تقول له ستاتس هيبدا يجيب لك النيو الاول، وبعد كده الاكتف، وبعد كده الريسولفيد، وبعد كده الاكتف الريفيو، يبدأ يرتب لك العناصر. هو بس حصل خلل شوية على أساس إن ده جروب، فبيشوف بعض شوف الأكتف الأول قبل الريزولف، وهكذا. تقدر ترتب كل العناصر حسب الحاجة اللي أنت عايزها، حسب الستاتس، حسب التاريخ اللي أنت لقيتها، حسب الحاجة ما اتاخدت أبروفال ولا لأ، تمام. يعني لو جينا هنا قلنا له أبروفد، وجينا هنا قلنا له أبروفد، مجرد إن هقول له رتب هيجيب لي كل الأبروفد مع بعض.